مرحبا، وياكم مصطفى الشريفي من قناة عبد الله حجازي في الإمارات. اليوم الفلوق قوي جدا، اليوم الفلوق عن وحدة من أجمل السيارات الرياضية اللي موجودة بالسوق. ليش هاي السيارة اختاريتها بالذات؟ لأن هاي السيارة تتمتع بمزايا كلش حلوة. أهم ميزة بيها إنه هي سيارة رياضية ذات أداء خارق، وبنفس الوقت سيارة اقتصادية. يعني تخيل تمتلك سيارة كلش قوية، أداءها خارق، وبنفس الوقت تفويلة البنزين مالها اللي تمشيك 650 كيلومتر ما تكلفك غير 24 دولار. ومن أهم المميزات الثانية اللي تتميز بها هاي السيارة إنه هاي السيارة توقف نفسها بنفسها بدون أي سائق. راح أصور لكم هاي المميزة ونعرضها بالفلوق. طبعاً السيارة اللي قاعد أحكي عنها اللي هي جولف جي تي آي 2016. إيش قد اشتريتها؟ شنو مميزاتها؟ خليكم ويانا تابعونا بالفلوق. طبعا قبل لا ابدي الفلوق انا اشكركم على دعمكم، بصراحة تعليقات تثلج الصدر وفرحتني من كل قلبي. وبالنسبة لفيديو قمارك الدراجات اللي كلكم طلبتوه من عندي بالفيديو السابق، ان شاء الله قريبا راح اصوره وانزله لكم، خليكم ويانا. طبعا هاي هي السيارة، السيارة كقشر ما شاء الله عليها جديدة تخبل. طبعا هاي السيارة محرك 4 سلندر تيربو 265 حصان. بس طبعا للي يعرفون بالسيارات الرياضية، هاي السيارة ورا التنميرة الثالثة تنطيك بوست دفع معزز لمدة 10 ثواني ما مقداره 290 حصان. هاي السيارة صارت علي بتكلفة 40,000 درهم، راح تطلع تحويلاتها لكم بسفل الشاشة. طبعا نعتذر لإخواننا السعوديين زعلوا علينا بذاك الفيديو بانه ما خلينا العملات، احنا ما خلينا العملة السعودية بذاك الفيديو لان العملة السعودية هي موازية ومعادلة للعملة الاماراتية. بس من عيوننا وتدللون من الفيديوهات الجاية ومن الفيديو مال اليوم راح نبدأ نحط العملة السعودية ويا العملات البقية بالاضافة الى عملة اليورو. طبعا سيارة فولكس واجن تجي بثلاث فئات، الفئة الاولى اللي هي الار، الفئة الاقل منها اللي هي هاي اللي هي جي تي اي، والفئة الثالثة اللي هي الجولف العادية. طبعا هاي اللي هي الفئه المتوسطه اللي بين الار والبين الجولف العاديه. تختلف عن الار انه الار تجيك دفع رباعي، هاي السياره دفع امامي فقط. من الشغلات اللي تخلي هاي السياره بالنسبه لي صفقه ناجحه، اول شغله التظليل. طبعا انا هواي شفت بالكومنتات بذاك الفيديو من اجيت وحكيت على التظليل قالوا شنو ورقتين وليش التهجز تضرب بالاسعار. طبعا التظليل له اسعار متباين حسب نوعيته، فعلا اكو تظليل حسب ما كتبت ب 25,000 هذا اللي يجيك بس لون، واكو تظليل احتمال مو ورقتين حتى اربع ورقات يوصل حسب مدى العزل الحراري مالته. اكو عامل للعزل الحراري، اكو عامل للتظليل، اكو تظليل يجيك تظليل زائد نانو سيراميك وياه، فعلى حسب هو شنو نوعيته التظليل يجيك السعر. ولا حد يعتقد انه ورقتين سعر بالنسبه للتظليل سعر جدا مرتفع، لا بالعكس ورقتين ترى سعر ضمن المتوسط. تظليل مثل هذا التظليل همين يتراوح اقل شيء بين 150 دولار الى ورقتين اللي هو يجي عزل حراري وياه. شلون تميز هذا التظليل عن التظليل العادي؟ انت تجي تركب تظليل ب 25,000 حطها بالصيف تجي تلقى السياره عباره عن مايكروويف داخل جهنم. بس روح ركب تظليل وياه عزل حراري، من تجي تركب بالسياره تحس السياره كحراره اقل، ما مدخلت لك نسبة حرارة بشكل كبير. طبعا من الشغلات الحلوة همين اللي مسويها للسيارة اللي هو طبقة نانو سيراميك على البودي. هاي الطبقة تنطي حماية لقشر السيارة بحيث اذا اجى خدش عليها او اي شيء ما يضرب قشر السيارة انما يضرب طبقة النانو سيراميك. الشغلة الحلوة للنانو سيراميك انه همين ينطيك لمعة مستمرة اذا تشوفوها. اللمعة هاي ما تروح دام انت حاط هاي الطبقة وينطوك ضمان عليها. سعر النانو سيراميك هذا اقل شيء بالنسبه للسياره بهذا الحجم اقل شيء كلفك 1000 درهم. طبعا هاي دواخل السياره راح اراويكم اياها، السياره من جوا تجنن تجنن ما شاء الله. طبعا هاي الكراسي الجلد انطباع رياضي تنطيك، ويا التطريز الاحمر اللي محط لك اياه هنا اذا تشوفه، شاشه هاي منا تشتغل عندك السيارة الستارت انجن. طبعا هنا عندك اللي هو الهاند بريك الكهربائي يصعد وينزل، هاي هيك ترفعه تشغل الهاند بريك تنزله تطفيه. عندك هنا همين الاوتو هولد، هذا هاند بريك اوتوماتيك يستخدمونه على التقاطعات اكثر شيء. هذا هنا عندك القاعدة مالتك، طبعا هذا هنا كله كاربون فايبر، كاربون فايبر ينطيك في الانطباع رياضي يجنن. يم المكيفات
يم الشاشات على البيبان. وطبعا هاي بالليل راح ارجع حس اصوركم اياه بنهايه الفلوج. هذا كله انارات هنا يشتغل داير مداير كربون فايبر، ينطيك فد انطباع كلش جميل. هاي طبعا الدواخل من ورا، تكييف خلفي، هاي القعده منه تجنن تجنن ما شاء الله. السنسرات مال السياره 360 درجه اللي هو داير مداير السياره، نفس ما تشوفون. طبعا هاي السياره فل اوبشن واحد على واحد، بيها ميزه كلش حلوه اللي هي الاوتو بارك. هاي السياره تبارك نروحها بروحها، يعني انت اذا رايد تدلل روحك تعبان مالك مزاج تبركنها، عندك مرتك ما تعرف السوق، هاي هم حتى هاي حالي لك اياها. فهسا انا راح اجي اخذ هاي السياره ابركنها بالباركنج اللي بين هاي السيارتين اذا تشوفونه. راح اراويكم شلون حبركنه اوتو بارك، يعني السياره تبركن نفسها بنفسها بدون حتى ما الزم السكان. طبعا شلون راح نبدي نستخدم هاي الميزه؟ عندنا هنا هاي الدقمه اذا قاعد تشوفوها قرب عليها صفاوي. هاي دقمه الاوتو بارك. تدوس عليها، حلو؟ هنا راح يجي يطلع لي شنو نوع الباركن اللي عندك. يعني انت احتمال عندك باركينج جانبي، عندك احتمال باركينج 90، فانت من هاي الدقمه تجي تغير، تدوس مره ثانيه هيك بهالطريقه هاي. فهسه انا قلت له هنا الباركينج 90. زين انت احتمال هذا الباركينج يكون على اليمنى منا، واحتمال يكون على اليسرى منا، فانت تجي شنو؟ تضرب له هاي الاشاره. فانا هنا حولت على اليسرى. فاذا اريد ارجع على اليمنى مره ثانيه انطي اشاره. هذا رجع على اليمنى. حلوين؟ حلوين. هسه نجي نحط على الدي. نمشي، هو راح يتحسس، هو راح يتحسس الباركينج بنفسه. باي باي باي. طبعا هنا انا قرا الباركينج عندي، فهسه راح انطي ار. فهسه ابدا اشيل رجلي شوي شوي من البريك. باو حيه سكان من وحده صوى صفاوي، شوف هي من وحده قاعد تباركينج. انا العلي بس بالبريك اخفف. باو هنا على الكاميرا سطوف، هي من وحدها تباركينج. هسه اجي اقدمها لي قدام، اخليها تاخذ حيز. طبعا هو ينطيك انذار يمتى انت تحول لي ورا يمتى تقدم لي قدام، انت مجرد على الرنه ترجع تهول. هسه نطاني رنه ارجع بي لي ورا للسياره على البك. هاي راح ارجع ارجع ورا راولهم الاستيانس الطوف. هي من وحدها. باو هنا على الكاميرا. هاي عندك تمت العملية بنجاح. يعني حتى اذا مرتك ما تعرف السوق هي من وحدها تباركينج. بس انت على قولتك سطوف، انت هاي الحركه اصعب لي مره من الباركنج والله العظيم. على مود تتعلمها. على مود تتعلمها. هي تفيد بشغله انه مرات الباركنج يكون كلش ضيق. اي اذا كان عندك الباركنج ضيق، وخاصه بذاك اللي يكون اللي هو الجانبي. بالضبط. طبعا السياره ما بيها مشاكل هواي، هي بس مشكله بالحراره قاعد ترتفع عندنا، واعتقد هي سببها الثيرموستات. راح نوديها للمصلح وهمين نسوي لها فول تشيك اب ونشوف شنو المشاكل بيها ونصلحها. خليكم ويانا. طبعا شوفوا هاي هنا عندنا وكالة تويوتا بعد جمال. يا اخي بس المبنى فن، بس التصميم فن. طبعا هذا الجسر واحد من البصمات العراقية الرائعة بأرض الإمارات. هذا الجسر هو تصميم المهندسة العراقية الراحلة زهاء حديد. طبعا إذا تشوفون موقع الجسر هو جاي بنص بحر، لذلك من صممت الراحلة العراقية زهاء حديد الله يرحمها صممت على شكل موجة. طبعا شكله يطلع يخبل ويجنن بالليل. طبعا هسه جبنا السيارة للمصلح على مود نشيك الأعطال اللي بيها والمشاكل اللي بيها. أهم فقرة من تشتري سيارة خاصة إذا تجيبها بسعر على قولة المصريين لقطة، تشيك أصغر التفاصيل بيها، حتى المواضيع اللي أنت ما مفكر بيها. فمثلا هسه أنا جبتها راح أشيك السيارة من جوا، خافك ضربة بالشاصي،
اكو تفاصيل ما منتبه لها. ما شاء الله عليها السيارة يعني نظيفة جدا، كلش حلوة، ما بيها اي مشاكل، هي مجرد مشكلة الثيرموستات اللي حكيت لكم عليها. طبعا وشوية تايرات قديمة يراد لها تبديل، راح نبدل لها اياه ونشوف شنو اكو بعد مشاكل. هاي النوعية من السيارات بالذات اللي هي تصير السيارات الناصية لازم تشيك الدروع اللي جوا، لان هاي دائما السيارات الناصية من تمشي على مطبات، من تمشي على شغلات مرتفعة بالشارع تاكل ضربات، فلا دائما من تشتري لك السيارة تركز على هالموضوع من جوا، خاف بيها ضربة او بيها فتشي. وما شاء الله السيارة لوز اللوز، كل مشاكل ما بيها الحمد لله، هي مجرد شوية اعطال ميكانيكية بسيطة تصلح ترجع الامور تمام. وطبعا اكو مشكلة بالمشي، من نمشي تصير اكو وحيف بالتايرات، طبعا هاي ما يحس بيها اللي موجود قدام اللي قاعد ورا، وديناها لاكثر من مصلح ما عرفوا شنو المشكلة، بس هسه المصلح يقول لو اكو مشكلة بالبول برن لو اكو مشكلة بالتايرات، فراح نغيرهن ونشوف ايش راح يصير. بس ما قلت لكم كان اكو عندنا مشكلة بحرارة المحرك قاعد تصعد، وهاي المشكلة كان سببها هي الثيرموستات، الثيرموستات عندنا عطلان. الشغلة الغريبة اللي كانت بالسيارة اللي هي اذا تفتح المكيف تنزل حرارة السيارة، سبب هاي الشغلة انه من تفتح المكيف سرعة المراوح المسؤولة عن التبريد تزيد، بالتالي تبريد المحرك يصير اكبر. وطبعا هو صح حتى من تفتح المكيف تنزل عندك الحرارة، لكن هميا بالمشي المستمر تبدأ ترجع ترتفع عندك تدريجيا، فراح يصير عندنا هنا مشكلة انه لازم نغير الثيرموستات. الثيرموستات اللي موجود بهاي السيارة يختلف عن الموديلات القديمة، لان الثيرموستات بالموديلات القديمة يجي مرتبط ويا الواتر بام كقطعة واحدة، بهذا الموديل من السيارة الواتر بام والثيرموستات منفصلات كقطعتين اثنين يمكن تجزئتهم. طبعا من جبنا السيارة هنا للمصلح نصحنا بمعلومة ما كنا نعرف بيها، انه هاي المشكلة متعلقة بكل السيارات اللي تحمل نفس هذا الموديل اللي هو 2016، لذلك شركة فولكس واجن اصدرت موديل جديد من الثيرموستات هذا وغيرته، فلازم هسه احنا نجيب الاصدار الجديد، لان احنا حتى اذا ركبنا نفس القطعه مالتها ورا مده معينه تقريبا 100000 كيلومتر راح ترجع تعود نفس المشكله مره ثانيه، فما راح يفيد نروح نشتريها من سكراب او نشتري مستعمل، لازم نشتري القطعه الجديده من الوكاله نفسها على مود تتغلب على هالمشكله نهائيا. طبعا هاي فائده وجود الوكاله بالبلد، لان انت مو كل القطع ينفع تروح تجيبها من السكراب، اكو قطع معينه لازم تروح تجيبها من الوكاله نفسها، لان انت اذا تروح تجيبها التفصيخ نفس اي بلد ثاني ما موجود بيه وكالات هم ترجع تعطل عندك وهم ترجع المشكله مره ثانيه. وهسه بدينا بمرحله تبديل التايرات، طبعا حتى اذا تشوفون البرايكات همين جديده، هذني متبدلات جديده، فيعني حاله السياره جدا حلوه. بدلنا لها طبعا اربع تايرات جديده. طبعا ذني التايرات يجين بسعر مرتفع لان ذني مواصفات رياضية، ذني التايرات نوعهن كونتيننتال، السعر الواحد بيهن 150 دولار. طبعا الحلو بموضوع التايرات هاي اكو فكرة كلش حلوة سويتها شركة فوكس واجن اللي هي المفتاح مال التاير، واحد من ذني البراغي كلهن ينفتح بهذا المفتاح على مود يمنع السرقة مالته، لان تدرون اكو بدول حتى مثل امريكا احتمال اذا تعوف سيارتك برا تجي تلقى التايرات مالك ماكو، فعندك هذا المفتاح يحميك من هالموضوع. طبعا هسه خلصنا من تصليح السيارة، كل الأمور تمام الحمد لله، خليكم وياي خلنا نشيكها سوا. طبعا هسه مشيت بيها فترة تقريبا نص ساعة، الحمد لله موضوع الحمامة انحل عندي، تشوفوها طبيعية أقل النص نص تقريبا، محركها ما شاء الله ناعم، يعني إذا تشوفون قومتها ما شاء الله تجنن السيارة، يعني شيء على شيء بالنسبه لسعرها هاي السياره تستاهل اكثر من هالسعر هذا، فيعني انا بالنسبه لي اشوفها بهالسعر سعر جدا مربح. طبعا واحده من سلبيات هاي السياره، او هي مو سلبيه، هي يعني هذا بسبب انه هي سياره رياضيه، اللي هو الصوت، صوت السياره يخليك بوضع غير مريح اذا تكون انت طالع الطريق سفر بعيد من مدينة لمدينة ثانية، لكن انت اذا من محبين السيارات الرياضية بالعكس انت يعني هذا راح تعتبر الصوت بالنسبة لك صوت كلش ممتع وحلو، لكن بالنسبة للي يدور راحة بال اللي يدور يعني هدوء راح يكون بالنسبة لهذا الوضعية جدا مزعج. يعني هسه مثلا اذا تسمعون صوت السيارة صوت المحرك كله جوا، هذا يسوي لك ازعاج جوا السيارة اذا انت ما يعجبك هذا الصوت.
انا بالنسبه لي لا بالعكس استمتع به. يعني هو على حسب مزاجك، اذا تحبه راح يعتبر ايجابي، اذا تكره هالشيء راح يعتبر سلبي. طبعا لهنا وانتهى بلوجنا لهذا اليوم. بنهايه الفيديو راح اسالكم سؤال. انا حاليا عندي الجيب وعندي الار، بصراحه من اشتريت الجولف ار يعني كلش حبيتها واقتنعت بها، وبنفس الوقت موديل احدث، بس باقي محتار بين ابقي الجيب وابيع الجولف او ابيع الجيب واستخدم سياره الجولف كسياره شخصيه. انتظر تعليقاتكم وارائكم على هالموضوع، اشوف شنو تنصحوني. وطبعا بالنسبه لموضوع قمارك الدراجات، قمارك السيارات دبل قماره، وحتى اسعار الشحن الكافة الدول العربيه من امريكا، حاول اسوي لكم هذا التقرير ان شاء الله بالقريب العاجل، احتمال بعد فيديو او اثنين. وللحاب يتواصل وياي على فيسبوك او انستغرام، حخلي لكم ان شاء الله الرابط بالوصف. تحياتي لكم ومع السلامه.